شارك المهاجم المغربي الشاب أيمن موريرا صاحب 18 سنة في المباراة التي خسر فريق كليرمون فوت أمام موناكو برسم الجولة 22 من منافسة الليغا الفرنسية، حيث بدأ المباراة أساسيا ولعب إلى حدود الدقيقة 78 عندما تم تغييرها. ويعد موريرا أصغر لاعب يتم الاعتماد عليه مع الفريق الأول في كليرمون فوت، حيث يبلغ 18 سنة وأربعة أشهر بالضبط. والأكثر من هذا أنه بدأ التجربة الأولى كلاعب أساسي، وهو ما لم يحدث من قبل، حيث اعتادت الفرق أن يبدأ لعبها في بداية مسارهم كاحتياطيين. أعلن نادي جنك البلجيكي تجديد عقد لاعب مغربي بلال خنوس إلى غاية صيف 2027 في ظل العروض الجيدة التي يقدمها اللاعب صاحب 18 سنة مع الفريق. وقام النادي الممارس في الدوري البلجيكي الممتاز بإحداث تحسينات مالية على العقد الجديد مع الدولي المغربي الذي تبلغ قيمته التسويقية في بورصة اللاعبين 4.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت. وتلقى الخنوس التكوين في أكاديمية أندرليخت قبل الالتحاق بفئة الشباب في نادي جنك سنة 2019، ثم صعد إلى الفريق الأول صيف العام المنصرم. وكان صانع الألعاب المغربي قد شارك رفقة المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم قطر 2022، وخاض مواجهة الترتيب كأساسي أمام المنتخب الكرواتي. تواجد المغرب أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان في التشكيل المثالي للجولة 22 من دوري الدرجة الأول الفرنسي بعد تألقه في مباراة فريقه أمام تولوز يوم السبت الماضي. واختارت صحيفة ليكيب حكيمي كأفضل ظهير أيمن في الجولة 22 واضعة إياه في التشكيلة المثالية التي ضمت اسماء مثل أرون رامسي متوسط ميدان نيس. وكان حكيمي قد قاد فريقه الباريزي إلى الفوز بهدفين لهدف على حساب تولوز بتوقيع الهدف الأول ومساهمته في الهدف الثاني الذي أحرزه الأرجنتيني ميسي. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في سلم ترتيب الليغا براصد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن صاحب المرتبة الثانية أولمبيك مارسيليا.